حملت أعمال الفنان التشكيلي فداء منصور في معرضه الفردي الثالث محاولات متنوعة ضمن تجربته الدائرية التي يشتغل عليها منذ أكثر من عام، والتي تكرس الخطوط اللينة والدائرية في رسم تكوينات اللوحات. كانت فكرة يعني إلها هي سنوات بذهني، حسيتها هلا بلشت تنضج شوي من خلال شغلي بالخط العربي وبالتشكيل. حسيت انه في شيء ممكن يطلع من الخط الدائري اللي هو على بساطته وسهولته، هاي الدائره البسيطه اللي هي صعبه وبسيطه بنفس الوقت، فيها شيء من الخط العربي من طواعيه الايد، فيها صعوبه حتى اكثر بتحسها من التكعيبيه اللي هذيك ممكن تحط يعني عديد من الاشكال ترصفها جنب بعضها. اما الدائره بصعوبتها اللي هي متاهة ممكن توقعك بمطب التكرار أو شيء صعب بالتكوين، حاولت أعمل هاي التجربة لكونه بحس فيها دائرة، بحس فيها سلام، بحس فيها غموض، بحس فيها نضوج. ربما تكون هاي التجربة أكثر نضوج وقبول، وهي بالنهاية أنه بيهمني قبولي أنا، رضاي أنا عن شغلي، وإن شاء الله يعني عم يزيد كمان قبول الناس والنقاد لهذا الجو الجديد. يعني فيها شيء من الطرافة وجديد، وهيك بيحتاج الفن انه شيء غير مألوف، شيء جديد يعني، وليس مبتذل، وانما هو ناتج عن بحث طويل.